يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف الثامن، راح نكمل سوا بدرس الـ Rational Fractions ونعمل Correction للـ Applications 5 and 6 About Addition and Subtraction of Rational Fractions. Application 5 Perform and Simplify. إذا ملاحظين هون ما بيجيبوا بالسؤال سيرة الـ Condition أو الـ Domain of Definition. المفروض أنتوا مجرد ما شفتوا أنه السؤال عم ينشغل عليه Fractions بقلب الـ Denominator في Variable، يعني هذا الـ Denominator ممنوع يكون 0، فمجرد ما عم نشتغل براشونال فراكشن لحالنا بحالنا ما ننتبه نكتب الكونديشن. Part 1 We are going to add these two rational fractions. أول شيء منطلع بالدنومينيتورز منلاقيهم أنه they are the same، فإذا بالنتيجة بيبقى الدنومينيتور مثل ما هو 4x minus 1، وبدنا نجمع النيوميريتورز لأنه في بيناتهم plus، فإذا 2x plus minus 3 plus 3x plus 4. هلأ بنعمل reduce للسيميلر terms، denominator طبعا بيبقى مثل ما هو similar terms 2x plus 3x بيطلع 5x والminus 3 plus 4 بتطلع plus 1. هيك بنكون جبنا الجواب. هلا بدنا نعمل الكونديشن، فاذا on condition denominator different from 0، يعني 4x minus 1 ما بيساوي 0، 4x different from 1 over 4 over 4 x is different from 1 over 4. هلا بعد ما جبنا الكونديشن بيبقى اخر خطوه نحن عملنا بيرفورمينج لهلا، بعد ما نعمل سمبليفاي. لنعمل سمبليفاي على طول قبل السمبليفاي بنعمل فاكتورايز. هون ما في كومون فاكتور، هون ما في كومون فاكتور، بس ما يكون في كومون فاكتور بنعتبر كانه قاعدين هن بارنتسز. طالما الفاكتورز مختلفين فوق وتحت يعني انا ما قادره اختزل، فاذا هيدا هو الجواب النهائي. هلا حنكمل سوا البارت 2 حليناه بالفيديو الماضي، حنكمل سوا بالبارت 3. فإذا كمان هون الدنومينيتورز ار ذا سيم، فبناخذ الدنومينيتور 5x plus 3 بيبقى مثل ما هو، بالنيوميريتورز في بيناتهم ماينس بتضل مثل ما هي 25x power 2 minus 9. هلا بنجي ما نعمل الكونديشن، فإذا الكونديشن 5x plus 3 is different from 0، 5x منجيب ال 3 لتاني جهة بتصير minus 3 over 5 over 5، معناها ال x ممنوع يكون minus 3 over 5. خلصنا من البرفورم. هلا منا نعمل simplify مثل العادي، بس منا نعمل simplify منا نعمل factorize قبل. هلا هون منطلع انه numerator عبارة عن identity a square minus b square، بعملها a minus b و a plus b. denominator بيبقى مثل ما هو لأنه ما في common factor، بعتبر كأنه بس ما يكون في common factor بحطه inside parentheses. خلصنا factorize، هلأ صار فينا نعمل simplify. طبعا بشطب ال 5x plus 3 مع ال 5x plus 3 لأنه same factor، فبيبقى الجواب النهائي 5x minus 3. application 6 كمان perform and simplify، بس هلأ denominators مختلفين مثل الفراكشنز، بدنا نعملهم same denominator. أول شيء بعمل factorize للdenominators لحتى أشوف كيف بدي أضرب ليصيروا مثل بعض. أول denominator 6x minus 12 بقلبه common يلي هو 6، فبيبقى معنا x، طبعا common اللي باخده لبرا بقصم عليه 6x over 6 بيطلع x minus 12 over 6 بيطلع 2 minus الفراكشن الثاني بيبقى مثل ما هو لأنه أصلاً سما بينعمل له فاكتورايز. طبعاً عم بحكي عن الدنومينيتور. هلأ منطلع منعمل شوية كومباريزون، منلاحظ أنه هيدا الدنومينيتور ليصير مثل الثاني ليصير مثل الأول بده 6، فإذا بضرب من عندي ب 6 تحت وفوق، فإذا times 6 times 6. هيك منلاحظ أنه صاروا الدنومينيتورز مثل بعض، صار فيني حطهم على one fraction 6 into x minus 2 وفوق 3x minus، نضرب هون 2x times 6 تطلع 12x، فبصير الجواب 3x minus 12x is minus 9x over 6 into x minus 2. هيك منكون عملنا أول جزء يلي هو البرفورم. هلأ منا نعمل الكونديشن، فإذا الكونديشن الدنومينيتور ممنوع يكون 0. هلا الدنومينيتور بقلبه 2 فاكتورز 6 مع الاكس ماينس 2، دائما الفاكتور بس يكون عدد اتفقنا ما بناخذه بالكونديشن، فبناخذ الفاكتور الثاني الاكس ماينس 2 ديفرنت فروم 0، يعني الاكس ممنوع يكون 2. اوكي، بقى علينا اخر خطوه يلي هي السمبليفاي. لنعمل سمبليفاي هون كلنا بنعرف انه هيدي ال 9
هي 3 times 3، وهيدي ال 6 هي 3 times 2. فيني شطب ال 3 مع ال 3، شو بيبقى معنا بالجواب؟ minus 3x over 2 into x minus 2. اوكي، هاي بالنسبة لأول part. هلا بالنسبة لتاني part، هيدا كمان حليناه بالفيديو الماضي، رح انتقل للبارت اللي بعده. part 3 نفس القصة، denominators مختلفين. أول شي ببلش فيه بعمل factorize للdenominators. denominator الأول في بقلبه common x، فإذا x common بيبقى معنا x minus 2 6 minus. الدينومينيتور الثاني هو identity، a square minus b square، بعملها a minus b و a plus b. هلا بطلع بهود denominators بدي اياهم يصيروا مثل بعض، بشو بضرب ليصيروا مثل بعض؟ الدينومينيتور الاول في بقلبه x minus 2، هون في بقلبه x minus 2، كتير منيح. هيدا في بقلبه x، هيدا ما في بقلبه x، يعني بعمل عملية مقارنة، بشوف شو اللي موجود هون مش موجود هون لاستعمله. فاذا هون موجود x، هون ما في x، يعني بدي اضرب بx تحت وفوق، هون times x times x. هلا هون x plus 2 موجودة بس هون مش موجودة، يعني بدي اضرب من عندي بx plus 2، ودايما مثل ما بضرب تحت بضرب فوق. هلا إذا بتقارنون بتلاحظوا إنه صار الدينومينيتورز مثل بعض، صار فيني حطهم على one fraction، يلي هو x into x minus 2 denominator لإله x plus 2. فإذا same denominator صار فيني أعمل one fraction، وهلا بشتغل على numerators يلي هي 6 into x plus 2 minus 1x يعني x equal. فإذا الدينومينيتور بتركه مثل ما هو على طول، ما بضرب الدينومينيتور كرمال الكونديشن. بالنسبة للي فوق 6 بتنضرب باللي بعدها، بصير معنا 6x plus 2 times 6 is 12 minus x. 6x minus x بتطلع 5x plus 12 over x into x minus 2 x plus 2. هيك بنكون عملنا الperforming. هلا بدنا نعمل الكونديشن. فإذا كونديشن، هلا انتو بتكتبوها على جنب، انا ما عندي محل هون على جنب فبكتبها على تحتها. denominator different from zero، هون denominator في عندي 3 factors، باخد كل factor لحاله ما بيساوي صفر. فاذا x different from zero، x minus 2 different from zero يعني ال x different from 2، واخر factor x plus 2 different from zero يعني ال x different from minus 2. آخر خطوة بدنا نعمل simplify. لنعمل simplify كالعادة لازم نعمل factorize قبل. هلأ منطلع فوق ما في common factor بس ما ومنا identity، فإذا بتبقى مثل ما هي inside parentheses. طلع هيدا الفاكتور كله في مثله تحت، ما في مثله، فإذا خلصت ما بينعمل لsimplify. آخر part، part 4. كمان بلش فاكتورايز للدينومينيتور. أول فراكشن ما في فاكتورايز لإله، بضل مثل ما هو. الفراكشن الثاني الدينومينيتور لإله x باور 2 ماينس 9، فبتصير a سكوير ماينس b سكوير يعني a ماينس b a بلس b. هاي أول خطوة عملنا فاكتورايز. الخطوة اللي بعدها بدنا نخلي الدينومينيتورز يصيروا مثل بعض. بنلاحظ هيدا الفاكتور موجود هو ذاته هون، كتير منيح. بيبقى الفاكتور الثاني x بلس 3 مش موجود أول جهة، فبضرب من عندي بx بلس 3 تحت و x plus 3 فوق. هلا صار الدينومينيتورز مثل بعض، صار فيني حطهم one fraction. الدينومينيتور الكومون يلي هو x minus 3 x plus 3 وفوق x into x plus 3 minus 18. هلا شغلنا على النيوميريتورز. نعمل هون expand، بصير معي x square plus 3x minus 18، إذن هيدي x minus 18 over x minus 3 x plus 3. هلا بدنا نكتب الكونديشن. فاذا الكونديشن on condition each factor in the denominator must be different from 0. فاذا x minus 3 different from 0 يعني x different from 3، and x plus 3 different from 0 يعني x different from minus 3. الخطوة الأخيرة
بدنا نعمل simplify، منطلع فوق ما في عندي common factor، وهيدي مش identity، يعني ما بتشبه a square plus 2ab plus b square أو a square minus 2ab plus b square. ما قادرة أعمل لها factorize، بس ما أكون قادرة أعمل factorize الفاكتورز يلي فوق ما في مثلهم تحت، معناها بتكون خلصت. وهيك بكون خلص شرح الدرس والابليكيشنز. بيبقى علينا نحل شوية exercises. يعطيكم ألف عافية.